إذا حنحكي رح نحكي كمان عن الـ components of a variable speed drive system. إحنا بشكل عام عندنا الباور سورس، الباور بالحالة هي إلكترونية طبعا، وفي عندنا اللود لينير أو روتر بدنا نتحكم فيه، بدنا نعمل موديليشن للباور، بدنا نعمل كنترول للباور سورس. فرح ناخذ الباور الإلكتريكال باور على فيربل فولتج أو فيربل فريكونسي. رح تشوفوا بعدين الفيربل فولتج هي السوفت ستارتر، في بس سوفت ستارتر موجود بالسوق، سوفت ستارتر يعني بس بستخدمها حتى اعمل ستارتنج حتى اوصل السبيد وبعدين بتطفي. دكتور اللي كانت الافشنسي تبعتها زي ايه؟ الهارمونكس تبعتها فيري بور هارمونكس. تمام تمام تمام، لكنها رخيصه وصغيره بتحل مشكله زي دلتا واي ستارترز يعني دكتور. ممكن دلتا واي ستارتر يعني زيها، بس بدلها صار الان سوفت ستارترز بدل الدلتا واي ستارترز. فعندنا فيربل فولتج او بنستعمل عاده فيربل. هلا فيربل فريكونسي ممكن اشغله حتى يعمل ستارتنج ويضل يتحكم باللود يغير سرعته باستمرار. هذا رح يعمل موديليشن للباور الموجود هون، فرح يتحكم بالمحرك ويغير الفولتج والفريكونسي تبعت المحرك. اذا هون احنا هون بنصير نغير، اذا كانه فيربل فريكونسي درايف رح يصير يغير الفولتج والفريكونسي ات ذا سيم تايم لهذا المحرك. هلا ممكن الاكتويتر يكون لينير، اللي شائع اكثر هو روتري بس ممكن يكون لينير. مشكله اللينير اكتويتر انه محدود الستروك تبعه، هيدا الروتري اكتويتر بضل يلف معي وبحول الموفمنت زي ما بدي. اذا هون صار عندي الكتريكال باور بالموديفايد فولتج اور فريكونسي، هي الباور كانت هون انموديفايد صارت موديفايد فولتج وفريكونسي، فبنغير الفولتج اور فريكونسي اللي داخله على. هلا هون عندنا الميكانيكال سيستم، هي هون الميكانيكال سيستم، هاي سبيد شافت، جير بوكس. عاده في كثير من التطبيقات بنستعمل جير بوكس، مش شرط دائما بس في كثير من التطبيقات بتستعمل جير بوكس. شو بيعمل الجير بوكس؟ ماتشنج، بيعمل عملية ماتشنج للسبيد والتورك، فبرفع التورك وبنزل السبيد. تورك مانيفيكيشن كمان. نعم؟ تورك سبيد مانيفيكيشن اللي ماخذينه في الماشين. تمام، بغير التورك او بغير السبيد. الحالة الوحيدة اللي بنزل اللي بيرفع السبيد وبنزل التورك هي الويند تيرباينز. في الويند تيرباينز بتكون عندي التيرباين عمال الويند تيرباين بيرفع على سرعة منخفضة بس بتعطيني تورك عالي، بحط ستيب داون جير بوكس بنزل بنزل التورك وبرفع السرعه، فبقدر اشبكه على اندكشن جنريتر او دبلي فيت اندكشن جنريتر اللي بستعمله في الويند جنريشن. هي عندنا هون لو سبيد شافت، بس معظم اللودز اللي احنا بنستعملها عاده بتكون ستيب داون. ستيب داون يعني بنزل السرعه وبرفع التورك، فبعطيني تورك اعلى من نفس المحرك. بصير ارفع التورك بصير، هل هذا حساب السرعه؟ اذا ايش اللي بضل كونستنت؟ الباور. conservation of power conservation energy ما بتأثر، برفع التورك بنزل السبيد، وهذا هون شبك معي على اللود. صار عندي شيء اسمه HSS، رح نستعمل هذا التعبير كثير، HSS High Speed Shaft Low Speed Shaft. هلا بيجيني سبيد ريكوست، عادة إذا كان هذا السيستم أوتوميتد رح يكون عندنا PLC، والـ PLC ممكن تعطيني سبيد ريكوست. يعني هلا مش شرط، أحيانا السبيد جنريشن بروفايل بنعمل له جنريشن في داخل الدرايف، لكن أحيانا بيجي سبيد بروفايل اللي هو سبيد اجينست تايم بنعمل ريجنريشن في البي ال سي، وممكن يطلع على شكل انالوج سيجنال وممكن يطلع على شكل ديجيتال سيجنال، يكون في باص فيلد باص مثلا او سيريال باص او سويتشز. حتى ممكن السويتشز يكون خزنت السرعات هون واعطيه اول سويتش ثاني سويتش ثالث سويتش، يعني نروح من السرعه الاولى للسرعه الثانيه للسرعه الثالثه. رح تشوفوا كمان هون اندستريال ستاندرد انالوج اندستريال ستاندرد، ممكن انقل الاشاره من جهاز لجهاز عن طريق الكرنت. الكرنت هون بيمثل سيجنال، هذا ستاندرد اللي هو 4 تو 20 ملي امبير، او ممكن انقله على شكل 0 تو 10 فولت وكمان 0 تو 5 فولت. هذه انالوج ستاندرد قديمه طبعا، هلا صارت معظم الستاندرد الحديث الان بيستخدم بس ما بين التو ديفايسز بتخاطب، ممكن يكون حتى ار جي 45 البروفي باس دكتور نفسه، ممكن البروفي باس او ازي باس. هاي الباسز الحديثه صارت، اللي هي صارت الكل كومبوننت في المصنع مثلا بتخاطب على باس على فيلد باس، والفيلد باس هذا عباره عن سيريال باس، وفي ماسترز وفي سليفز وفي سيفتي فيتشرز. لكن البيسك ذا موست بيسك انه عندي تطلع انالوج سيجنال. شو يعني الانالوج سيجنال؟ لما هذا البي ال سي بده يرفع السرعه وينزلها بغير قيمه الفولتج او الكرنت اللي موجود هون، فهي بتكون اشاره للالكتريك درايف انه يرفع السرعه وينزلها، او بتكون عن طريق ريكويست ثاني. وعاده راح يكون عندنا سبيد او بوزيشن فيدباك او بوث. احيانا نتحكم في السبيد نتحكم في البوزيشن، او نتحكم بوث ات ذا سيم تايم، نتحكم في السبيد والبوزيشن. وممكن كمان يكون في عندنا مثلا فيريبلز ثانيه نتحكم فيها، لكن عاده احنا بنعمل سبيد بوزيشن كنترول، سبيد بوزيشن كنترول على البي ال سي. هيك صارت اتسكرت عندنا. نعم بس دكتور دائما في الفيدباك بفضل الكرنت على الفولتج، لانه
ليس نويز بيكون الكرنت تمام تمام. هون كمان هون هذه ليس نويزي اذا كان بدي استعمل الانالوج ستاندرد بستعمل عاده الليس نويز اذا كان عندي 420 ملي امبيرس من 0 ل 10 فولت. هلا في كل سيستم راح يحتاج بريكنج او في غالب السيستم قليل السيستمز اللي ما بنحتاج فيهم بريكنج. فعندنا الميكانيكال بريكنج ممكن نعمل ميكانيكال بريكنج على الميكانيكال سايد وممكن كمان نعمل الكتريكال بريكنج عن طريق الفيربل فريكونسي درايف. بريكنج يعني لو انا الان بدي انزل السرعه السيستم ما راح ينزل سرعته لحاله ممكن هو يضل فتره طويله وهو يلف او في شيء عماله بسحبه اصلا. فالبريكنج ضروري حتى اني اقدر اتحكم بريسايسلي باللود والسبيد والبوزيشن. هذه تقريبا هي الكومبوننتس الاساسيه للفيربل سبيد درايف. احنا بشكل رئيسي بنركز على هذا السيستم من هون بس رح نعمل كالكوليشنز للكومبوننتس الثانيه ورح نطلع كمان على انواع الميكانيكال بريكنج وانواع الالكتريكال بريكنج. اوكي نسكر الهاي.